إن المرأة التي تهز السرير بيسارها تهز العالم بيمينها، مقولة تؤكد على مدى تأثير المرأة في شتى مناحي ومجالات الحياة وبناء المجتمعات. لكن كيف نبني شخصية المرأة التي تصنع الأجيال فكريا وعقليا ومعرفيا؟ طبعا أسئلة متعددة راح تجاوبنا عليها الأختصاصية النفسية هنادي السلاخ. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح النور، يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد المرأة العالمي. أكيد بدنا صار الحكي عن دور المرأة بالمجتمعات وأنه هي نصف المجتمع، يمكن من البديهيات بسبب التطور اللي كمان طرأ على التقاليد اللي بهي المجتمعات، لكن خلينا نحكي عن مدى تأثير المرأة بهي المجتمعات وخاصة بسوريا. تمام، بداية صباح الخير وكل عام وجميع النساء العالم بألف خير. عندما أتكلم عن المرأة التي تشكل نصف المجتمع بدي انتبه لمن هذه المرأة. الأم هي أساس الأسرة، كمان مين هي الأم؟ ففي هنا معناته مواصفات لكل امرأة ولكل أم. المرأة التي تمتلك الوعي هي المرأة التي تشكل نصف المجتمع. بناء الوعي هو بناء عملية، هو بناء مهارات، نكتسب المهارة فينتج عنه الوعي. فالمقولات اللي بتعزز هاي المقولة إنه المرأة نصف المجتمع تفتقد لكثير من الآليات اللي احنا كيف بدنا نعد هاي المرأة لتكون هي بالفعل نصف المجتمع. كيف هاي الآليات؟ من وين بتبدأ؟ بتبدأ أولا من الأسرة. هي الأسرة هي أساس إعداد الذكر أو الأنثى ليكتسب صفات الرجولة أو تكتسب الفتاة صفات الامرأة الناضجة الواعية. فبداية وقت نركز على الأسرة نركز على الأم. من هي الأم اللي عم بتربي؟ كيف الإعداد للأم يجب أن يكون؟ وقت نحن نتطلع اليوم على العادات والتقاليد اللي بالظاهر هي يعني فينا نقول 50% تطورت، ولكن ما زال هناك في ثغرات. عندما تفلت هذه الثغرات من أيدي الأسرة، واجب دور التنشئة الاجتماعية الأخرى هي اللي تتلقى هذا الموضوع. بداية أن المدرسة أو المدرس أو المناهج التعليمية ومن ثم الإعلام والمسلسلات والتلفزيون، وتنعمل نحن كلنا شبكة لزيادة وعي ونضج المرأة. نعم. تمام. يعني خلينا نقول البناء عم بيكون على شقين، العقلي والنفسي. اليوم يمكن نحن عم نتطور، المجتمعات عم تتقدم، لكن للأسف في أفكار غريبة وفي أشياء يمكن ما كانت موجودة نهائيا خاصة بالمجتمع السوري اللي معروف بالحرية والتطور الكبير اللي عم بتناله المرأة. اليوم كيف فينا نواجه جميع هي الأمور الدخيلة على المجتمع السوري والعائل وتربية ومستوى الاجتماعي المعين اللي بتعيشه المرأة؟ تمام، في مقولة بتقول الإنسان يولد ولادتين، ولادة طبيعية ولادة اجتماعية تربوية. نعم. الولادة الطبيعية أكيد المجتمع لا يستطيع السيطرة عليها، ولكن يستطيع بالولادة الاجتماعية التربوية. المجتمع هون دوره بتربية الأفراد على المبادئ والأولويات التي يركز عليها. ما زال نحن عنا دور المرأة مهمش والحرية مفهومها خاطئ بالنسبة حتى للامرأة. اليوم بسبب أساليب التربوية الخاطئة عم بيكون مفهوم الحرية غلط. فأنا بوجه الرسالة من أين نبدأ؟ نبدأ من عمر 5-6 سنوات، من المناهج التعليمية، من المدارس. هون نحن وقت منبلش نعمل تربية وعي ونضج. ما هو الوعي؟ الوعي وقت نحن نقول امرأة واعية، الوعي هو معرفة الإنسان احتياجاته والقدرة على التعبير عن الاحتياجات، وأن يدرك الشخص نقاط القوة ونقاط الضعف في شخصيته. للأسف نحن هون دائما نحن من وقت نقول امرأة مباشرة الأذهان تتجه إلى الأم. الأم يعني التضحية، الأم يعني العطاء، الأم يعني هي دراما. من يعني نحن صار في عنا برمجة إنه الأم هي ضحية والأم هي ليست ضحية. إذا الأم ضحية مين بده يربي الأطفال؟ ففي عنا ما زال نحن ثغرات بالقيم بالمعتقدات. هون بلش يعني بخطوات هلأ عن طريق المؤتمرات والندوات إنه تتعدل بالمجتمع السوري وبالمجتمع العربي بشكل عام. يمكن كمان نحكي شوي عن سن المراهقة، وهو يمكن أصعب سن عند الأهل لتكوين شخصية الفتاة بشكل خاص. خلينا نحكي نصائح لك حتى تقدميهم للمشاهدين حتى فعلا يقدروا يتعاملوا مع هذا السن.
اليوم اذا بدنا نبلش نبلش بسن المراهقه بالفعل، ولكن مين ماسك يعني مين المسيطر على سن المراهقه؟ الاسره. ف يعني تركيز على الاسره على الام، يعني كما نعلم نحن قياده السياره ونمنح بنعمل اختبار وشهاده للشخص اللي بده يقود السياره، كمان التربيه فن. التربيه هي عباره عن مهارات وفنون، فكمان المفروض يمنح اي شخص اليوم بده يقدم على الزواج هل شهاده القياده، لانه قياده الاسره مسؤوليه. فانا للمراهقه ولا المراهق لاقدر انا اقودهم بدي يكون انا بدايه استطيع قياده نفسي. الجانب الانفعالي شيء كثير مهم بالنسبه للمراه، العمل على الجانب الانفعالي. كيف يعني؟ نحن نعرف انه الانثى هي يتحكم فيها انفعالاتها ومشاعرها، ف ونحن نركز على مهارات الوعي. الوعي لا يغير بطبيعة المرأة، طبيعة المرأة هي تتجه فيزيولوجيا إلى مشاعرها، ولكن الوعي هو يعمل على إصلاح الخلل بالطبيعة الفيزيولوجية للأنثى عن طريق أنه هي تستطيع أن تتحكم بمشاعرها وتوجهها التوجه المناسب والصحيح، تربية أبنائها والتعامل مع نفسها بداية. نعم. لكن كمان خلينا نحكي اليوم ما فينا ننكر انه درجه كبيره من السيدات المتميزات رغم كل هي الظروف يلي عم بتمر فيها سوريا اثبتوا بدون اي وقت انه هن فعلا قد المرحله واكثر واستطاعوا انه يقدموا. صحيح. نظرتك كاخصائيه نفسيه اليوم بحسب الحالات وبحسب النساء يمكن اللي بيلجؤوا لك، كيف عم بيكون وضع المراه؟ شو احتياجاتها الاساسيه اليوم؟ شهدت سوريا حركة كتير متطورة ومتقدمة. سألتيني عن ما زال أرى أنه في كتير لسه ضعف على التطبيق الفعلي والواقعي. ضعف وين عم بيكون؟ الضعف بالتطبيقات. في مشكلة احنا اليوم عم نعانيها، احنا وقت عم نمسك سيدة ولا امرأة ونقوم على جانب التوعية الفكرية. مو المشكلة احنا بس نوعي فكر، احنا بدنا تطبيقات وممارسات فعلية على أرض الواقع. هون نحن ما زلنا نعاني في سوريا وبالمجتمع العربي بالذات، في عنا التطبيق والممارسات، الممارسات الفعلية وتنخرج عن الإطار النظري، ما زال نحن عنا ثغرات. المشكلة نحن نقدم وعي وتوعى المرأة وبدنا نحن نطبق بالحقيقة وما نلاقي مجال للتطبيق، نحن بنكون خربنا ما عدلنا. ويمكن كمان أنسة هنادي في كثير من القوانين المشحفة بحق المرأة بحاجة لتعديل وتطوير، ومن حق المرأة تعرف أيضا حقوقها كثير منيح، خاصة يمكن اللي تزوجت بعمر صغير أو صارت أم شهيد لتاخذ تعويضات. صحيح. أو يمكن أم جريح أو مسؤولة عن عائلة زوجها شهيد، فكمان شو بتحبي تقولي لهم لهي السيدات؟ اليوم المرأة مسؤولة عن نفسها، يعني دور الضحية اللي عم ينلعب هذا يمكن خلص مضى. فاليوم المرأة المعنفة، المرأة اللي عم تتعرض للظلم، المرأة الضائعة الحقوق، صار في عنا نحن اليوم وسائل كثير متطورة ولجان واتحادات نسائية هي تسعى إلى أن تطالب بحقوقها. أكيد ما حدا حيجي إلها انهضي من نومك ولا من أي شيء أنت فيه وطالبي بحقوقك. فاليوم المرأة هي المفروض عليها تطالب بحقوقها وترفض الاستمرارية بالوضع إذا هي كان اليوم يسبب لها مشاعر سلبية أو انزعاج. فالإنسان هو اللي يتحمل مسؤولية قراراته واستمراره بالحياة بالنهاية. أكيد سيدة هنادي بدنا نشكر وجودك معنا لليوم، وأكيد نوجه تحية بهي المناسبة اليوم لكل سيدة سورية كان لها بصمة مميزة وقدرت توقف بظل هي الظروف، قدرت تربي وتعلم وقدرت تقدم كثير من التضحيات، وأولاً أولادها كانت أم الشهيد. فشكراً كثير لوجودك. شكراً لكم. شكراً لوجودك معنا. شكراً.